مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. نناقش فيها اليوم أبعاد ونتائج السياسة المغربية في مجال الهجرة واللجوء. يسرنا كثيرا أن يكون معنا من الرباط الدكتور عبد الفتاح الزين، وهو منسق الشبكة الإفريقية للهجرة والتنمية. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. كما يسعدنا أن تكون معنا من فاس الدكتورة مريم الأخضر، وهي أستاذة العلوم السياسية بفاس متخصصة في الهجرة والأمن. دكتورة أهلا وسهلا بك معنا. كما يسرنا أن يكون معنا من العيون الأستاذ سعيد أشمير، وهو الرئيس التنفيذي لمنتدى العدالة وحقوق الإنسان. دكتور أهلا وسهلا بك معنا. دكتور عبد الفتاح الزين، مساء الخير. الدورة 36 للجنة المعنية بحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأسرهم أشادت بصورة بينة وفيها الكثير من الإطراء على التجربة المغربية في الهجرة. نريد أولا أن نقف عند هذه الحصيلة، ما الذي حققت حتى الآن؟ شكرا اولا على الدعوه، وشكرا للمتابعين وبمتتبعينا. اعتقد ان هذه الدوره الثانيه تبين التقدم الذي حصل في مجال الهجره، بحيث ان الخلاصات التي يعني وردت في التقارير اللجنه والمنشوره في المواقع المرتبطه بهذا الموضوع تبين على ان اللجنه يعني فحصت جيدا هذا التقرير، ورات ان المغرب يعني يمكنه ان يكون بجداره واستحقاق رائدا من الرواد في هذا المجال، ليس فقط الصعيد القاري والاقليمي، ولكن كذلك حتى على الصعيد العالمي، من حيث يعني التطورات التي تشهدها السياسه الوطنيه للهجرة واللجوء من جهة، وكذلك من حيث يعني الخطة المتبعة في الاشتغال مع مغاربة العالم. ثم يعني توقف التقرير عند العديد من النقط التي كانت موضوع نقاش، سواء تعلق الأمر بانتقال المغرب من بلد يعني هجرة إلى بلد عبور ثم بلد استقبال، وهذا الأمر وقع بغلق الحدود الأوروبية واتباع أوروبا يعني عموما سياسة هجروية يعني تمس بحقوق الإنسان، لدرجة أنها أصبحت تعتبر يعني في ممارستها نوعا من الانتهاك لحقوق الإنسان. كذلك يعني أشار التقرير إلى العمل الذي يقوم به المغرب رغم الصعوبات الجهوية، وهذه الصعوبات الجهوية تبين على أن منطقة المغرب العربي هي المنطقة الأسوأ تنظيما يعني على الصعيد القاري ومنطقة المتوسطية، بالنظر للمشاكل التي يثيرها الجار الشرقي وعدم التزام يعني الأطراف بالتعامل على الأقل فيما يتعلق بالأمن والسلم يعني الأساسيين لكل تنمية ولكل استقطاب لرؤوس الأموال وكذلك للتنمية. وكذلك تحدث التقرير كذلك خاصة على نقطة أساسية أبان فيها المغرب عن أريحية وتسامح فيما يتعلق بما تعرضت له 45 ألف أسرة مغربية من الطرد يعني التعسفي والاستيلاء على أملاكها وممتلكاتها وخيراتها، رغم تحذيرات وتنبيهات اللجنة التي تشتغل في هذا الموضوع، وهي اللجنة المتعلقة بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم. إذن هذه قضايا بالإضافة إلى قضايا أخرى قد نتطرق إليها، وهذا يبين على أنه المغرب لا يعتمد فقط مقاربة أمنية يعني صرفة، ولكنه يحاول كذلك أن ينوع وأن تكون هناك مقاربة شاملة ومتكاملة، بالإضافة إلى أنه، وهذا شيء يجب أن ننبه إليه، إلى أنه لحد الآن إلى يومنا هذا الأحزاب والسياسة المغربية ليس فيها خطاب للعنصرية
ولا للكراهية، بدليل أن يعني البعد الإفريقي والأمن والسلم ومبادئ الأخوة وحقوق الإنسان تم تسجيلها في ديباجة الدستور وفي عدد من بنود الدستور. طيب أستاذ سأعود إليك لاحقا، هناك سأعود إليك لاحقا دكتورة مريم، يتعلقان بالهجرة. طيب دكتورة مريم مساء الخير، ما الذي يميز المقاربة المغربية في ملف الهجرة؟ نعم، مساء النور سيدتي جوهرة، سعيدة بلقائك مرة أخرى. أهلا بك. وسعيدة بلقاء الأساتذة الأفاضل أيضا. المغرب كما نعلم نهج مقاربة فعال في تدبير ملف الهجرة، فيجب الفهم أنه تدبير الهجرة يتطلب فهم جيد ودقيق للتعقيدات والتطورات التي نشهدها في نسق جهوي وإقليمي عام، بحيث يتميز بتحولات سوسيو-سياسية وأمنية ومناخية تعرفها منطقة الساحل والصحراء خاصة. ففي هذا السياق نهج المغرب مقاربة ناجحة في تدبير ملف الهجرة، بحيث وفرت هذه الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء استجابات جديدة لتحديات الاستراتيجية التي تطرحها قضية الهجرة، سواء كان ذلك على مستوى المكلوين الإنساني طبعا كما أشار إلى ذلك السيد زين، من خلال احترام حقوق الإنسان، من خلال محاربة التمييز والعنصرية، محاربة الاتجار بالبشر، وتسهيل الوصول إلى المنظومة الصحية إلى ما غير ذلك. ففي هذا السياق يجب الإشادة باستراتيجية الوطنية للجوء والهجرة، بحيث نعرف أن موجات الهجرة التي عرفها المغرب في العقود الأخيرة تخص جموع أفارقة الوافدين من جنوب الصحراء، خصوصا تلك البلدان الناطقة بالفرنسية وبلدان أخرى الذين اختاروا الإقامة في المغرب، فتمت كما نعرف تسوية وضعيتهم في إطار سياسة إدماج نهجها جلالة الملك محمد السادس سنة 2013. مكنت هذه الاستراتيجية من الاستفادة الكاملة من الخدمات العامة والتوظيف بالنسبة للمهاجرين واللاجئين المقيمين في المغرب منذ ذلك الحين، كما أنه تمت تسوية أوضاع اللاجئين الخاضعين لولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، رفع مستوى طبعا الإطار التنظيمي والتشريعي الذي مكن البرلمان المغربي في هذا السياق من اعتماد قانون جديد بشأن التجار بالبشر، وكذلك صياغة مشروعي قانون بشأن الهجرة واللجوء. فدائما في سياق المقاربة المغربية للهجرة، وجوبا على سؤالك سيدتي فيما يتعلق خاصة بمسألة الهجرة الغير النظامية، يتجلى امتياز المغرب عن باقيهم من الدول في اعتماد تدابير خاصة لمواجهة تدفقات الهجرة الغير النظامية من خلال آليات تتجلى من جهة في تدريب فرق خاصة مرتكزة على الحدود المغربية مع سبتة ومليلية، تكون هذه الفرق مؤهلة للتعاطي مع تدفقات المهاجرين ومعاملتهم بطريقة إنسانية، تدخل طبعا في سياق الاستراتيجية الإنسانية التي ينهجها المغرب. كذلك يجب الإشادة بالتطورات في هذا السياق التي عرفها المغرب، وخاصة أنه إذا طلعنا فقط إلى سجل سنة 2021 و2022 فالمغرب وحده قام بإجهاض ما يزيد عن 77 ألف محاولة هجرة غير نظامية، أي و 85% من هؤلاء المهاجرين كانوا من جنسيات أجنبية، وهذا خلال عامين فقط. تمكن المغرب والقوات الأمنية المغربية من تفكيك شبكات إجرامية لتهريب المهاجرين، احتجاز قوارب وتوقيف مسيري الهجرة غير النظامية. وفي نهج جديد نهجه مؤخرا المغرب، والذي أشار إليه الوزير سكوري خلال الاجتماع 36 دورة 36 في جنيف، أنه المغرب قام بسياسة العودة الطوعية كنموذج مرجعي للتعاون بين الجنوب جنوب، بحيث من خلال شراكة مع المنظمة الدولية للهجرة تمت إعادة طوعية وليست قصرية لما يزيد عن 2900 مهاجر إلى بلدانهم الأصلية، بحيث المغرب لوحده
قام بتنظيم ما يزيد عن 4300 عودة طوعية للأجانب في وضع غير نظامي. وإضافة إلى ذلك في دائما في سياق طبعا هذه الاستراتيجية أو المقاربة المغربية، تم تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي في مجال الاتجار بالبشر باعتماد المملكة الخطة الوطنية للمكافحة الاتجار بالبشر من خلال الوقاية برسم سنة 2023 إلى سنة 2030. ويأتي ذلك حقيقة ترجمة لنقل لالتزام المملكة الثابت في مجال التصدي لظاهرة التجار بالبشر. سأعود إليك إذا تفضلت يا دكتورة، سنخصص حيزا أوسع لمحاربة التجارة بالبشر إذا تفضلت في التدخل المقبل. أستاذ سعيد أشمير، مساء الخير، أهلا بك معنا. نريد أن نتوقف كذلك عند الإكراهات التي يطرحها تدبير ملف الهجرة في المغرب، إلى أي مدى هذا الأمر صعب؟ سيدتي جوهرة، مرحبا ورمضان مبارك سعيد، وتحية لك ولضيوفك الكرام. أولا إذا سمحت يا الأخت، منظمتنا قد شاركت في الدورة 36 للجنة المعنية بحقوق المهاجرين، حيث تم استعراض التقرير المغربي. وبالمناسبة فلا يمكننا كمنظمة إلا أن نهنئ الوفد المغربي الذي شارك بكيفية بصيغة مميزة، سواء من حيث التفاعل مع خبراء اللجنة ومن حيث العرض الذي قدمه الوزير والذي قدمه أيضا الوفد المرافق. نعم سيدتي، المغرب يشكل نموذجا كما قلنا أيضا نحن في مداخل، يشكل نموذجا في شمال في دول المغرب العربي وفي أيضا إفريقيا، في إفريقيا قاطبة، من حيث السياسة الهجرة التي ابتدأت منذ التوجيهات الملكية في التي حددت معالم هذه السياسة إلى الاستراتيجية الوطنية في سنة 2013، إلى الاستراتيجية الوطنية التي انطلقت 2014، الاستراتيجية الوطنية للجوء والهجرة، والتي مكنت من تسوية وضعية ما يزيد عن 50,000 مهاجر، 50,000 مهاجر، وكذلك عدد كبير من الاعتراف بصفة لاجئ لحوالي 1200 لاجئ، منهم حوالي 600 طفل. طبيعة الحال الهجرة فيما يتعلق بتنزيل هذه السياسة التي كان الهدف منها وهو إدماج المهاجرين في النسيج الاقتصادي المغربي وتمكينهم من 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 حقوقهم، تمكينهم من حق في الشغل والحق في التكوين المهني والحق في التمدرس بالنسبة لأبنائهم والحق في الولوج إلى الصحة وكذلك السكن والمساعدة الاجتماعية. هذا أيضا هذا الإنجاز الذي عرف إشادة من طرف خبراء اللجنة، وعرف وبحيث أن أغلب الخبراء لم يستطيعوا إلا أن يتماشوا وراء، يعني يثنوا على بانبهار على طريقة الوفد في إعطاء أجوبة دقيقة وبأرقام إحصائية تشمل أيضا الممارسة الاتفاقية المغربية التي تخدم ملف تخدم الهجرة والمهاجرين، مثل قانون الشغل، مثل القانون المتعلق بالعمال المنزلين وكذلك الاتفاقيات المتعلقة بانضمام المغرب في هيئة المعاهدات، والتي تخدم بشكل أساسي المهاجرين خاصة في التعامل معهم بمبدأ عدم التمييز بينهم وبين المواطن المغاربة. طبيعة الحال المغرب فيما يتعلق بهذه الهجرة التي أثمرت رعاية المغرب، التي أثمرت تنظيم المغرب تحت رعاية الأمم المتحدة للقاء مراكش الذي نتج عنه الميثاق العالمي للهجرة الآمن والمنظم، اللي هو وثيقة عالمية، وثيقة موجهة لمختلف دول العالم، حيث تحدد 23 هدفا يمكن أن تثمر إلى تصل بالدول إلى تعاون بينها فيما يتعلق بتنظيم الهجرة وما يتعلق بحفظ حقوق المهاجرين وإعمال مقاربة حقوق الإنسان في تدبير الهجرة. وكذلك يمكن القول أن سياسة الهجرة، السياسة التي انتهجها المغرب،
المغرب هي التي أدت بالاتحاد الإفريقي إلى الاعتراف بالمغرب كرائد الاتحاد الإفريقي حيث تم تكليف جلالة الملك نصر الله بصفته رائدا للهجرة تكليف بهذا الأمر، وهو ما أثمر إنشاء المرصد الوطني المرصد الإفريقي للهجرة والذي هو أول آلية إفريقية تعنى بتدبير المعطيات الهجرة. طبيعة الحال هذه المنظومة التي وقفت عليها اللجنة وهذه الإنجازات وهذا الرصيد المتكامل في مجال تدبير الهجرة يعني يشكل كنبراس يقتدى به في مجال خاصة عندما قرناه بما بدول الجوار وبالتحديات التي تطرح الهجرة في بلدان المنشأ. بالنسبة للتحديات طيب سأعود إليك لأنك لم تجبني بعد على هذا السؤال، سيكون لنا ذلك حيز من الزمن لنتحدث عن ذلك في التدخل المقبل. دكتور عبد الفتاح الزين، لا نقرأ كثيرا عن المعطيات المخصصة بالغلاف المالي المخصص لتدبير الهجرة، إلى أي مدى هناك تمويلات حقيقية وكم تكلف هذه الإجراءات المتخذة من أجل تسهيل إدماج المهاجرين؟ أعتقد على أنه مسألة الحقوق والعمل على الولوج إليها كيفما كانت الأرقام وكيفما كانت المبالغ لن تكون كافية، لأن هناك رقم هل هناك كبير معطيات عن هذه المبالغ دكتور زين معلومة؟ هناك مبالغ يعني ترد في الخطابات الرسمية إلى غير ذلك، سواء يعني في إطار التلاسني بين السياسيين، ولكن دعنا نقول على أنه بالنسبة للمساعدات أو التمويلات التي يتلقاها المغرب على من طرف أوروبا عموما فلا يجب أن ينظر إليها على أنها أتعاب لخدمات بقدر ما هي عمل يعني في إطار ما يعبر عنه المغرب، وهو مبدأ لا زال الكثير لا يفهمه بالشكل الجيد، وهي المسؤولية المشتركة ثلاثية الأطراف، أي مسؤولية ما بين بلدان الانطلاق، بلدان العبور، وبلدان المقصد أو الإقامة. فعموما يعني لئن كان بالنسبة لأوروبا يعني تعتبر هذه الأمور يعني أنها بمثابة أداء عن يعني خدمات يقدمها المغرب، فالمغرب لا يعتبرها كذلك، لأن المغرب بالإضافة إلى ما يتلقاه في إطار التعاون الدولي في إطار محاربة ما أسميه شخصيا بالهجرة في نزاع مع القانون، فعموما يعني أن المغرب كذلك اشتغل بمنطق جعله يقدم يعني منهجية جديدة يعني تتطور يوما عن يوم في مجال التعامل مع الهجرة يعني الإفريقية على الخصوص، والهجرة يعني التي هي في نزاع مع القانون عموما. ففيما يتعلق على الأقل بالقضايا المرتبطة بالهجرة، لقد كان المغرب من أهم الفاعلين على الصعيد العالمي الذين أبانوا على أنه البعبع الهجروي الإفريقي يعني غير صحيح، بدليل أن ما يفوق 70% من المهاجرين الأفارقة يظلون داخل القارة، وبالتالي فهذا الخطر الداهم الذي تتحدث عنه السياسات الأوروبية والأحزاب الأوروبية عموما بمختلف أطيافها، والذي أصبح موضوعا انتخابيا يتزايد يوما عن يوم، يعني أبان على أنه هذا يعني خطأ كبير ونوع من العمى السياسي، بالإضافة كذلك إلى أنه نوع من الانتهاك لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالسياسات الهجروية التي تمارسها أوروبا عموما. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنه بالنسبة للمغرب حاول أن يفهم وأن يتعامل مع الهجرة ليس فقط باعتبارها خدمات تقدم لأجانب، ولكنها كذلك آلية من آليات التنمية والاندماج يعني الترابي، سواء داخل القارة أو يعني بين المجتمعات الدولية. وبالتالي فنجد أنه هناك نوع من التوازن والتكافؤ ما بين التوجه
باستراتيجية معينة نحو مغاربة العالم في إطار الاهتمام خاصة بقضاياهم ومشاكلهم، باعتبار أنهم كما نقول دائما الجهة رقم 13، ولكن كذلك أنهم كذلك يعني لهم حقوق وواجبات، وأن حقوقهم لا تسقط بتقادم بالأجيال مع الأجيال، لأنه الجنسية المغربية ممتدة عبر الزمن. بالنسبة للأفارقة، المغرب أدرج كما كنت أتحدث في البداية في دستوره بندين متعلقين بالمهاجرين الأجانب، وهذين البندين في الدستور يهمان بالأساس ومن نستفيد منهم بشكل كبير هم المهاجرون يعني جنوب الصحراء. وبالتالي فاليوم عندما نتحدث مثلا، ويعني في الصباح كان لنا يعني ندوة عبر الانترنت مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاتحاد الافريقي، حاولنا ان ننبه الى بعض الاشياء، منها انه قضية المنطقة التجارية الحرة في افريقيا لا يمكنها ان تتحرك الا بتحرك الموارد البشرية. تركز عموما تركز يعني الصحافة والإعلام على منطقة البحر الأبيض المتوسط باعتبار أنها منطقة انتهاك للحقوق، ولكن لا نعرف بالضرورة ماذا يجري داخل إفريقيا من مشاكل وهموم. إذن بالتالي فالمغرب في مقاربته هذه يحاول أن يعطي بعض يعني المسارات التي يمكن أن يمشي فيها التعاون الإفريقي حول قضايا الهجرة. ونعرف على أن الأجندة الإفريقية للهجرة التي قدمها المغرب، وقد كان يعني المغرب قدمها في الاتحاد الإفريقي بخطاب ملكي، مع الأسف يعني إن فتح فيها المرصد فلا زالت العديد من جوانبها غير مفعلة، ونعتقد على أنه آن الأوان لفتح هذه المسارات. ونعرف جيدا على أن هناك مشاكل وعراقيل يعني أمام ريادة المغرب لهذا الملف على الصعيد الإفريقي. طيب الأستاذة مريم الأخضر، إذا تفضلت يعني نرجع إلى النقطة الجوهرية التي أثرتها المتعلقة بالإتجار بالبشر، لماذا هذه الجريمة ملتصقة تماما، هذا الالتصاق الوثيق بالهجرة غير الشرعية خاصة، وكيف يمكن أن يقوم المغرب بتجربته الكبيرة في هذه النقطة بالذات أن يقوم بدوره في محاربة هذا النوع من الجرائم؟ شكرا سيدتي. في الحقيقة في سياق الاتجار بالبشر هناك فئات تستغل ضعف وهشاشة هذه الفئة من المهاجرين من أجل مساعدتهم على العبور، وكذلك من أجل أخذ أموال طائلة منهم. فالمغرب من أجل حماية هذه الفئة الهشة من المهاجرين الغير نظاميين ودائما في إطار مقاربته تبنى مجموعة ولنقل تبنى ترسانة قانونية قوية لحمايتهم، ذلك من خلال وضع أولا مشروع القانون المتعلق بالهجرة واللجوء سنة 2020، القانون 1766 المتعلق باللجوء وشروط منحه، وذلك على أساس احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتقليص هامش تقدير السلطات عندما يتعلق الأمر بقرارات إعادتهم. فالقانون الذي إجابة على سؤالك سيدتي، التدابير المتخذة من طرف المغرب عملا بالقانون رقم 2714 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا للتذكير، تم إبرام هذا القانون سنة 2016، واعتمد المغرب هذا القانون من أجل مكافحة الاتجار بالبشر الذي نشر في الجريدة الرسمية في نفس السنة. هذا القانون أدخل لأول مرة في القانون المغربي، وأدخل لأول مرة لنقول تعريف مبدأ معاقبة الاتجار بالبشر، لأن في القانون المغربي لم يكن لدينا مفهوم تعريف لمفهوم الأساسي لمعنى الاتجار بالبشر، وأدخل هذا المفهوم وفقا للبروتوكول الدولي لمنع الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال. في ملف الهجرة ليتك دكتورة تعطينا ما هي هذه الجريمة، ما هي كيف نصف هذه الجريمة في ملف الهجرة؟ ماذا يعني الاتجار بالبشر فيما يتعلق بملف الهجرة؟ هذا سؤال.
الاتجار بالأبشار هي استغلال هشاشة وضعف المهاجرين واللاجئين ومساعدتهم على العبور عبور الحدود بطريقة غير شرعية، واستغلال ضعفهم كذلك من خلال ما شهده أفارقة من الساحل في السنوات الماضية، بحيث تم استعبادهم في ليبيا وتم استعبادهم في مناطق أخرى. فمن أجل محاربة كل هذه الآفات التي تواجه المهاجرين المغاربة تم تفعيل هذا القانون في المغرب، بناء على طبعا كما قلت بناء على البروتوكول الدولي لمنع التجار بالبشر. فعلا لقد خصصنا برنامجا لذلك، التقرير الأممي كانت فيه شهادات مروعة عن استغلال البشر في ليبيا خاصة، وكان الكثير من صناع الرأي قد عبروا عن قلقهم وحسرتهم على المآل الذي وصل إليه المهاجرون. الأستاذ سعيد أشمير، نعود إلى السؤال الأول الذي ننتظر إجابة منه، والمتعلق بالصعوبات الحقيقية التي تواجه المملكة المغربية في تدبير هذا الملف. سيدتي الفاضلة، أولا الصعوبات التي تواجه المغرب في تدبير ملف الهجرة هي ذات أبعاد كبيرة. أولا فيما يتعلق بالصعوبات التي يفرضها الجوار غير المتعاون، هذا الجوار غير المتعاون وإن كان المغرب يلجأ لسياسة متكاملة وتحترم وهي منسجمة مع المبادئ التوجيهية لمؤشرات الهجرة لمؤشرات الهجرة التي حددتها الأمم المتحدة، فإن دولة مثل الجزائر كجارتنا هنا تعتمد المقاربة الأمنية التي نتج عنها وسببت في منذ 2012 في طرد عشرات الآلاف من المهاجرين من حيث يتم نقلهم في حافلات إلى تمر ووضعهم في أماكن الاحتجاز قبل تركهم في صحراء النيجر أو فيما يسمى بالنقطة الصفر، وهي بالمناسبة كانت موضوع إدانات من طرف المفوض يسامي حقوق الإنسان وحتى تقرير زيارة خاصة للمقرر الخاص بالهجرة والذي أصدر تقريرا في هذا الشأن. إذن هذه الصعوبة التي بينت أن الشريك أو الجار لا يمكن أو هذه سياسة الهجرة التي يجب أن تكون بشكل متكامل بين جميع الدول، لا يمكن لدولة وحدها أن تتحمل وحدها عبء سياسة تدبير التدفقات الهجرة. هذه السياسة الأمنية الضيقة التي تنظر إلى الهجرة على أنها تهديد وعلى أن ومنطلقة من خطاب كزينوفوبي تمييزي ضد الأفارقة خاصة ضد المهاجرين خاصة المنحدرين من دول الساحل وجنوب الصحراء. إذن هذه كما قلت هذه السياسة هي التي تجعل الدول أو هذا الجوار غير متعاون، وبالتالي فهو يسمح بتدفقات للهجرة، وقد رأينا في أحداث مليليا التي دقت ناقوس الخطر وبينت بأن فعلا أن قدرة العصابات أو شبكات التجارة بالبشر على استغلال أو اختراق هذه التدفقات وتشجيعها ببغية تنظيم عمليات هجرة كبيرة منظمة نوعا وكيفا كما حددنا في كما شهدنا في الحادث المأساوي بمعبر مليليا. المسألة الأخرى سيدتي هو أن المغرب، وإذا تسألنا لماذا المغرب من ناحية لماذا لجأ إلى هذه السياسة، هو من ناحية يعمل على تضامن إنساني مع في إطار تضامن جنوب مع بعده الإفريقي عبر إتاحة الفرصة لبعض المهاجرين من الحصول على من الوضعية القائمة من الحصول على وثائق إداري وسوية وضعيتهم القانونية، لكن في نفس الوقت فإن النزاعات الإثنية والحروب وكذلك التحديات المناخية في دول الساحل والصحراء تفرض تنبئ وتنذر باستمرار هذه التدفقات بشكل كبير، مما يشكل أيضا تحديا سوسيو اقتصاديا على المغرب الذي يحاول تقوية موقع الاتحاد الإفريقي في مجال التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حتى كما قلنا سابقا حتى لا يلعب المغرب في آخر المطاف دور الدركي للاتحاد الأوروبي، لأن هاجس الاتحاد الأوروبي دائما كان هو ما يسمى بالاكسترناليزاسيون دي فرونتيير أو تفويض تدبير مراقبة حدوده إلى دول شمال البحر الأبيض المتوسط. إذن المغرب في إطار هذه التحديات يسعى إلى إعمال مقاربة تنموية تستهدف دول المنشا
وأيضا إذا لاحظنا أيضا أن المغرب يستثمر في إطار يوجه استثمارات اقتصادية في الدول الإفريقية في إطار جزء منها في إطار هذه الاستراتيجية التنموية للدول الإفريقية التي تسعى إلى تقوية النسيج الاقتصادي في دول المنشأ وبالتالي وتوفير أجواء الملائمة للاستقرار بدل أن نعتمد فقط على السياسة الأمنية التي تحاول دول الاتحاد الأوروبي فرضها عبر مساعدة. إذن كما قلنا التحدي الكبير اللي تفضلي سيدي. إذا التحدي أكمل جملتك أرجوك. إذن قلنا التحدي الكبير هو تحدي مرتبط بالتحولات الخطيرة التي جعلت هذه التدفقات الهجرة متنوعة. بما سبق كانت الهجرة عبارة عن هجرات ذكورية، الآن أصبحت هجرة تتكون من هجرة نساء وأطفال وأطفال غير مرافقين إلى هذه بسبب ما أسلفنا ذكره. وكذلك التحديات، والتحدي الأكبر هو عدم التعاون الجوار، وقد قدمت عرضا على هامش الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان في ندوة وضعت فيه مقارنة بين الممارسة الفضلة لنجد أن المغرب هو الدولة الوحيدة التي لديها استراتيجية واضحة في حين أن الجوار غير متعاون البتة في هذا المجال، غير متعاون أيضا مع أهداف التنمية لأن تدبير ملف الهجرة أيضا هو يدخل في أهداف التنمية المستدامة. طيب دكتورة عبد الفتاح، عندما تتحدث عن هذا التدبير الإفريقي لملف الهجرة نلاحظ أن هناك غياب كامل لمبادرة إفريقية لتدبير هذا الملف الشائك، رغم أن الأمر يتعلق بمواطنين أفارقة قد يلقون حتفهم في سعيهم للحصول على حياة أفضل. أعتقد على أنه في تركيزنا على البحر الأبيض المتوسط ومنطقة شمال إفريقيا عموما مقارنة مع ما يقع في وسط إفريقيا وجنوبها من انتهاكات لحقوق المهاجرين، إذا قلنا بأن 70% من هؤلاء المهاجرين على الصعيد الإفريقي وأكثر يبقون داخل القارة، فحجم يعني الانتهاكات حقوق الإنسان كبير جدا. من سوء حظ المغرب أنه جاء في منطقة يسلط عليها الضوء، وهي منطقة كما سبق وقلت وأشار إلى ذلك الأخ سعيد على أنها يعني منطقة غير مهيكلة وغير منظمة سواء على الصعيد الرسمي وحتى على الصعيد المدني نحاول أن نشتغل ولكن لا نجد مع من نشتغل. فعموما يعني تأتينا تقارير يعني يومية شبه يومية من قرية سمكة بشمال النيجر، يعني الآلاف من البشر الذين يتحدثون يعني في قاعات الحديث لبارلوار، يعني مشاكلهم يعني قد يقف لها الشعر، هي أكثر بكثير من يعني مما يشبه يعني أفلام يعني هيتشكوك وأفلام الرعب. هذا شيء أول. الشيء الثاني هو أنه بالنسبة للتعاون الإفريقي مع الأسف لازلنا نقولها على أنه يعني واعترف اليوم يعني في لقائنا الذي في الدول التي أشرت إليها التي كانت هذه الصبيحة عبر الإنترنت في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي، اعترف الجميع على أنه هناك سوء تغطية لما يقع داخل إفريقيا للمهاجرين مع تقصد الانتهاكات كبير التي يتعرضون لها. نعم نعم نعم. أقصد حجم المشاكل التي تتحدث مثل ماذا دكتور عنها مثل الإعلام ماذا؟ هذه الانتهاكات. نعم. مثل ماذا هذه الانتهاكات؟ ترتبط مثلا إلى حد الموت. تحدثت الأخت عن التهريب وعن التجار. التهريب يتعلق أساسا بكيفية انتقال المهاجرين من بلد إلى آخر بطريقة غير شرعية، إما بدخوله بطريقة غير شرعية أو الدخول والمكوت وتجاوز المدة التي تتحدد في 90 يوما إلى غير ذلك. هذا يعني تهريب، والتهريب يرتبط نوعا ما بالتجار. التجار بالبشر مشاكله أنه كما قلت أختي يشتغل يعني يستغلها شاشة هؤلاء المهاجرين، ولكن يتم إما في إطار
العمل الجبري كما رأينا في قضية سوق النخاسة في ليبيا، وأكثر من هذا كذلك يرتبط باستغلال النساء في الدعارة وتجارة الجنس، بالإضافة إلى تشغيل الأطفال في بطرق مهينة إما عبر التسول أو السخرة إلى غير ذلك، ناهيك عن تجارة أخرى. مع الأسف تصلنا أخبار أن تقع داخل إفريقيا ولكن ليس لدينا عنها حجج، وهي تجارة الأعضاء بالبشر. إذن تلاحظون، وحتى أنه بعض الأخبار التي تأتينا من الحدود يعني الجارة الشرقية يعني فيها بعض المشاكل من هذا النوع. هنا أنا لا أهول الأمر ولكن ليس لدينا معطيات دقيقة. إذن تلاحظون على أن هذا التجار بالبشر يصل إلى هذا الحد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، غياب هذا التفاعل الإفريقي كما قلت فيما يتعلق بالأجندة الإفريقية للهجرة. مع الأسف تم تأسيس المرصد ننتظر إلى يومنا هذا كيف يتفاعل. هناك بطء في آلية الاشتغال، كيف يمكن أن يستفيد المجتمع المدني؟ ونعرف على أن المجتمع المدني الإفريقي بحاجة إلى تكوين أساسي للرفع من قدراته وكفاءته في متابعة ملفات الهجرة، لأنه أحيانا يكون هناك حديث عن الحقوق بطريقة مغلوطة حول حقوق المهاجرين. وبالتالي مثال بسيط يمكن أن نتحدث عن العمل القصري. العمل القصري ليس هو العمل يعني المأجور الذي لا يحترم قوانين التشغيل. هذه نقطة يعني تختلف ونجد في العديد من الدول، وبالتالي فهذا ليس عمل قصري ولكنه تشغيل لا يحترم بنود. يعني هناك الكثير من المشاكل التي نحتاج يعني إليها لتطوير. أولا كما قلت المغرب يشتغل بهذا المنطق الذي نحن نترافع حوله ليتم التفاعل بشكل إيجابي فيه، وهي هذه المسؤولية المشتركة بين الأطراف الثلاث. وعندما نتحدث عن الأطراف الثلاث فنعني بها بلدان الانطلاق، بلدان العبور، والبلدان المقصد. وبالتالي هذا العمل يجب أن يقوي دور المجتمع المدني للمساعدة، ونعرف على أن المجتمع المدني اليوم أصبح فاعلا أساسيا. مع الأسف بالنسبة للاتحاد الإفريقي ليس هناك سياسة وعمل واضح في هذا الإطار لتقوية دور هذا العمل، ونعتقد على أن المرصد قد يلعب دورا من هذه الأدوار في إطار تقوية قدرات المجتمع المدني يعني الإفريقي، وخاصة للنهوض بالجالية الإفريقية داخل إفريقيا، يعني ما يسمى بالديسبورا. طيب واضح، نشكر الدكتورة مريم معنا. دكتورة مريم، التعاون جنوب جنوب. طيب دكتورة مريم، من المهاجرين الذين يواجهون خروقات كبيرة تمس بكرامتهم هن النساء والأطفال. أغرب المهاجرات هن حوامل أو مع أطفال، وفي بعض الأحيان أطفال رضع. هل هناك مقاربة إفريقية اليوم من أجل توفير ولو الكم اليسير من الحماية لهؤلاء النساء وأطفالهن؟ نعم سيدتي، فإجابة على هذا السؤال سوف أتفاعل مع أستاذ سين عندما قال أن هناك ليس هناك تعاون مشترك ما بين إفريقيا ونقل دول شمال ودول جنوب. مع الأسف في هذا السياق، فلحماية هذه الفئة الهشة والضعيفة يجب احترام، حقيقة يجب فقط احترام المعاهدات والمواثيق الدولية، وهذا أمر صعب جدا كما أشار إليه سيد سين. ففي هذا السياق نأخذ فقط مثال المغرب، صادق على اتفاقيات أساسية لحقوق الإنسان مثل الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأسرهم كذا وأفراد أسرهم، واتفاقيات عديدة من أجل تفعيل وحماية هذه الفئة الهشة من المهاجرين، وخاصة كما ذكرت سيدتي فئة النساء والأطفال والقاصرين. فيحرص المغرب عبر توقيعه لهذه الاتفاقيات الثنائية على وضع نظام
تعاون قانوني دولي لنقل في لتفعيل مصادر التسليم والإنابات القضائية وتدبير بعض الإشكاليات الدولية. ولكن هناك تقصير عميق من 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 جهة الدول الجوار والدول الإفريقية الأخرى. فعلى الصعيد الوطني مثلا كما ذكر السيد الزين دكتور زين، نص المغرب طبعا في الدستور لأول مرة إلى مبادئ وحقوق جوهرية مثل مبدأ المناصفة، الحق في الحياة، تجريم التعذيب إلى ما غير ذلك، وكذلك بالخصوص تمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنين المغاربة كذلك وفق القانون. ففي هذا السياق يعترف المغرب بجميع حقوق جميع المهاجرين ويحاول حماية جميع المهاجرين وجميع الفئات أكانوا في وضع قانوني أم لا. فمن خلال الدستور يكرس المغرب المساواة في الحقوق بين المواطنين والأجانب ويحاول حماية هذه الفئة الهشة خاصة في سياق التشغيل كما نوه بذلك الدكتور زين. مع الأسف بالرغم من تواجد ترسانة دولية كاملة لحماية حقوق المهاجرين وخاصة في ظل التشغيل القسري، هناك بعض الأسئلة التي تثار فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين، خاصة أنه تختلف حماية المهاجر الغير نظامي عن المهاجر النظامي. إذا كان في هذا السياق المهاجر الغير النظامي لا يتمتعون بجميع الحقوق في أرض الواقع عمليا مع الأسف، خاصة الحقوق الناشئة من عقد العمل، حتى لدرجة أن لا توجد هناك عقود عمل، هناك عمل قسري ولا توجد هناك عقود عمل، لأنه ريثما المشاغل يبرم عقد مع المهاجر الغير نظامي أو العامل المهاجر يجب عليه الاعتراف بجميع حقوق هذا المهاجر، فلذلك لا تبرم هذه العقود ويكون دائما هناك تشغيل قسري وخاصة في فئة القاصرين وفئة النساء مع الأسف. تفضلي. نعم أستاذة مريم. نعم، ففي هذا السياق لربما المغرب يتبع بعض الإرشادات التي وجهت في بعض القضايا السابقة سواء كانت على صعيد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو على صعيد مثلا محكمة البلدان الأمريكية، بحيث كانت قضايا متعددة في هذا السياق وأدت إلى إعطاء إرشادات ومن أجل تدبير وتفعيل وحماية حقوق هذه الفئة الهشة، والمغرب طيب. الآن يأخذ بهذه الإرشادات. نعم طيب. سيدة سعد أشمير، أختم معك، ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المرصد الإفريقي للهجرة اليوم في تقريب وجهات النظر وفي التوصل إلى ما يشبه مقاربة إفريقية لتدبير هذا الملف الصعب جدا؟ أختي جوهرة، نعم. المرصد الإفريقي للهجرة الذي يوجد مقره في الرباط، دوره الأساسي هو جمع المعطيات في البداية، جمع المعطيات ومشاركة البيانات وتبادل المعلومات بين الدول، وهذا ينسجم مع الهدف الأول للميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة، وأيضا لأن الهدف الأساسي من هذه جمع المعطيات هو تعزيز المواكبة في مجال الهجرة وأيضا تعزيز العلاقة بين التنمية والهجرة. إذا فهمنا جيدا مقصد الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء فإن هدفها تنمو بالدم. إذا عملنا إذا رأيناها ونظرنا إليها في تكاملها مع الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة، سنجد أن المغرب يسعى إلى الاستفادة أيضا من هجرة مقننة ومنظمة وتشجيع الدول الإفريقية باقي الدول الإفريقية على هذا في إطار الاستفادة من الخبرات. لنفهم جيدا أن أمريكا اليوم هي نتاج الهجرة، هجرة من بريطانيا، وأستراليا أيضا هي نتاج الهجرة، التطور والتقدم التكنولوجي والكم هو الأوروبي هو نتاج السنوات ما يطلق عليه السنة 30 المجيدة، أي من 1945 إلى 1975، السنوات التي عرفت ازدهار الاتحاد لأوروبا بعد الحرب، حيث كان المعدل وصل إلى المعدل إلى تقريبا أكثر من 5% معدل النمو، أكثر من 5% في الإنتاج
الصناعي سنويا، وهذا بفضل سواعد المهاجرين. إذا الهجرة إذا رأيناها في إطار نظرتها للتنمية، وهذا هو الهدف الأساسي من المرصد، إذا جمع المعطيات وتوفير قاعدة معطيات للهجرة تتضمن تقارير، تتضمن أرقام، تتضمن إلى آخره، تتضمن كل الأشياء التي يمكن أن تساعد الدول على فهم وعلى بروره استراتيجيات قادره على استيعاب على استيعاب هذه التدفقات، وكذلك وتنظيمها بما يخدم الاهداف التنمويه للاتحاد الافريقي. واعتقد ان هذا هو المغزى الحقيقي من الاستراتيجيه الوطنيه للهجره التي اعتمدها المغرب، والتي ما زالت مستمره في 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 في, في, في ترصيد تجربه المملكه المغربيه. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام على كل ما تفضلتم به. شكر موصول للاستاذ سعيد أشمير، للدكتورة مريم الأخضر، وللدكتور عبد الفتاح الزين. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نلتقي بخير بإذن الله.